أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، بخيوت آية تعباها الله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أقا دي الله كويتش نيغا صفات دي سنتو دي حباها الله تعالى: أولئك على هدى من ربهم أشا شايدالي را نيسو انت عبوش، وأولئك هم المفلحون أش بقى ديق الخلش باها الله تعالى. أقا دوحرا سورة البقرة لعدولوش بوسو من صفات دي سي الله تعالى عز وجل. أقا سورة يوحاح بوسو من يخا كيرس نيخا منيبك نيخا صفات دوحا خوش دوحر الله تعالى إيمان دلين بول بوسو من يخ صفات حقي يحقي انتو دعباك الله تعالى شاي ديل يرى نيسو انت عبوش تاك الله تعالى دوسي نرغا إزيو نيسو ونال شاي ديل يرى نيسو انت عبوش. الله عز وجل الله عز وجل يوسي نيوتك إلتشن عليه الصلاة والسلام سودين دوتك إذا نيسويات سندرة بدعات يقدوش بش مثلا كدك كدك إذا نيسو انت عباس شون داتش ديل يردو سندريس دين اخدو سنديريهم. أولئك على هدى من ربهم شاي ديل يرى نيسو انت عبوش وأولئك هم المفلحون يشبقى ديق الخلاش ديق الخلاش ويلقى حقين دو صفة اجساني دوازن دوكيز أقا قيل أحدك سنحتي يشهر الله عز وجل تدلين دو دامس قوش در الله دل تو رزق دلر يلشن تدوسين دو تو قرآن أحتي يشهر أقا إيمان دلر سنس تول حاله الله دل دي سين دل جينيش إيمان دلر أقا الله دل إصفاج حقين تول دعباق يشبو ديك الخلر تاكا إصفاج سنغا قوش ملخو لأ ديك الخلر قوش خيردوتون إصفاج شخ سنغا سا إيشن بلحا ديك الخلر جحا إيشن خيربوتون تاديك هو شوك الله والله تعالى أعلى وأحكم.